غذاء لا ما في نقص. ما في نقص. طيب كانت هناك روايات عديدة تتحدث عن أن الناس يعني لا يأخذون الجرحى إلى المشافي وذلك خوفا من إلقاء القبض عليهم، إلى أي مدى هذه الروايات صحيحة؟ صراحة في مشفى درعا لم يتعرض أي أحد من الأمن للمصابين، ولكن أنا شاهد عيان في مجزرة اقتحام الجامع العمري، منعت من إسعاف الجرحى والقتلى من جامع العماري وهددوني بالقتل. ومن قدم لهم يعني الإسعافات الأولية حينها؟ المواطنون. يعني المواطنون حدث ذلك في بداية الأحداث. في 20 يوم صباح الأربعاء كنت الساعة 2:30 في سيارة الإسعاف في درعا البلد وقريب من الجامع العماري. وكان يوجد قتيلين في الشارع فمنعونا نقلهم. أما الآن فيعني الوضع بالنسبة لي على الأقل لمستشفى درعا هو أفضل. طبعا الآن هادئ والحمد لله لا يوجد الإصابات، ولكن يوجد عندي الحال الآن في شعبة الجراحة ما يقارب 10 مصابين في البطون والصدور. شكرا لك دكتور تيسير الزعبي الاختصاصي في مشفى درعا الوطني.